كيفاش كيبان لك هذا الموضوع ديال الهجره السريه اللي كثر عندنا في المغرب مؤخرا؟ وهذا مشكل ديال الشباب مسكين ما جابش فين خدام وما عندوش المؤهلات وما عندوش شي بزاف الحاجات، هلا كيشوف واحد الحياه ما احسن اصلا. هذا الشيء في الراي ديالي. واش نقول لك في الحقيقه هادشي اللي ولينا تنشوفوه مع مرو كان في هاد الاونه الاخيره ولا ولينا كنشوفوه بزاف، وتيضرنا خاطرنا على داك، يعني تتشوفي اباء وامهات وولادهم يعني مغامرين بحياتهم وخارجين. السؤال لمن غنطرحوا حنا هاد السؤال؟ ماشي لينا حنا، الدوله والناس اللي اش نقول لك اللي عندهم المناصب هما اللي خصهم يجاوبون على هاد السؤال. علاش الناس كتمشي للدائره هادي؟ علاش؟ كيفاش كتبان لك هاد الظاهره ديال الهجره السريه اللي عرفها المغرب مؤخرا؟ ظاهره مزيان، احسن موقف هاد المغرب ضايع. مشيو نتما ندبروا على راسنا، لان ما كاين والو حتى شي حاجه. وهي ظاهره الهجره السريه راه ماشي حديث الساعه، راه يعني الهجره راه بدات من الثمانينات وقبل كاع، لكن في هاد الوقيته هادي بالضبط. علاش؟ لان راك عارف المستوى المعيشي طلع شي شويه، والانسان سيرتو الشباب ما يعني ما كيشوفش ذاته، يعني بسبب قله الوظائف وكذلك، يعني حتى دابا الهجره ما كتهمش غير واحد الفئه معينه، راه ممكن يهاجر واحد ما عندوش نيفو، يعني ما عندوش مستوى دراسي، ويقدر يهاجر حاملي الشواهد. شنو نقول لك؟ الوالدين مساكن راهم تيتحرقوا، الكبده ديالهم راه تتحرق لهم، ماشي لخاطرهم. زعما هما صيفطوهم بالعاني، وقال لك دري تيضحك على دري، وبنت تضحك على بنت. ايوا مساكن هادو، لا ماشي لخاطرهم مساكن، ماشي لخاطرهم الفلوس. ايوا هذا ما نقول لك، ماشي لخاطرهم، ربي ينوب عليهم. الله ان شاء الله يكون معاهم. هي الشباب هنا في طنجه ما جبوش شي طريقه قانونيه يهاجروا بها، عليها اضعف الايمان مشاو للتجؤوا للهجره السريه، حيت هي الهجره الوحيده اللي ممكن يرجعوا بها. فرص ديال الشغل، فرص العمل ما كايناش. الناس هنايا ما كتخدمش بزاف، الناس هنايا خلقه هنايا في طنجه كتقلب كون الاغلبيه ديال الوقت على الخدمه، ما كتخدمش. نفس المشكل في المدن المجاوره. يعني حنا اش نقول لك، راه انا من غدا خويا انا راسي نقدر نمشي نحرق، حيت بزاف هادشي اللي كنشوفو راه ما يمكنش. علاش حنا دابا كسؤال، علاش خارجين؟ علاش حارقين بهذه الطريقه هذه؟ وكنشوفو هادوك اش كيقولوا ليهم باخرات ولا ما عرفت داكشي اللي الزوارق تيجيو يهزو عباد الله بديك الطريقه، يعني لا يعقل صراحه. واش نقول لك؟ بغينا شي حاجه اللي لهاد البلاد، يعني ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا تسول الوضعيه ديال اي واحد. يعني بغاو الدراري يخدموا، كيقول لكم الشغل موجود، فين هو؟ انا 3 سنين وانا جالسه مخدمه مردامه، ملي تنقلب تيقول لك ما كاينش، دونك فين غنمشي؟ حتى انا قدام جيت انا نحرق، ما عندي ما ندير. داك الشيء كيكون الراي ديال الاولاد ماشي ديال الاباء. دابا انت كتعرف هذا العهد في هذا الزمان هذا، الولد ما كيقدرش يتحكم في الاب ديالو، ولا الاب ديالو ما كيقدرش يتحكم في الولد. الشباب هنايا مادام ما لقاوش كيفتشوا خدمه باش يخدموا، ما كيجبروش خدمه، كيفتشوا بانهم يديروا شي تجاره، التجاره ما كتنجح لهم شي، ولا ما عندهمش راس المال، خصهم ضروري ديك راس المال، وخصهم شي حاجه باش يتحركوا بها. ولكن في الاخر مما كينجح والو، ما كاين لا خدمه لا راس المال لا والو، الحاجه الوحيده البسيطه اللي كتبقى هي الهجره. ملي كيفكر انه يعني الحياه ديالو يضعف في قارب، راه يعني كيوصل لواحد الدرجه من الياس، يعني غير مطاق.